طبعا امير من خلالك اطمن كل المشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي على حاله اللاعبين، الكواليس، الاخبار الخاصه في فندق الاقامه قبل التحرك مباشره الى ملعب المباراه. ولو بذكرك كمان سريعا وبذكر الجمهور بال22 لاعب اللي تم اختيارهم هنا في المغرب في قائمه هذه المباراه، على راسهم الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، بادجي، مروان محسن، محمود وحيد، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، محمد هاني، احمد الشيخ، كهربا، وليد سليمان، حسين الشحات، صالح جمعه، جونيور اجاييه، افشه، ديانج، السليه، احمد فتحي، وحمدي فتحي، وجيرالدو، وعلي معلول. عايز نطمن كمان كل جمهور النادي الاهلي على الحاله البدنيه للاعيبه النادي الاهلي، كل جاهز لهذه المباراه، طمنا اكتر من مره وكل تمرين بنسال طبيب النادي الاهلي خالد محمود هل في اي حد بيشكي من حاجه، هل في اي حد عنده كرامبات، الكدمات، الامور دي. لعيبه النادي الاهلي يمكن خلال الايام الماضيه حافظت على نفسها بشكل كبير جدا، وده كان هدف وكان تحذير كبير من الجهاز الفني. الجديه والحماس اللي عايزين نشوفه في الملعب، مش عايزين نبقى في اي تدخلات، لكن التدخلات دي كانت ناتجه عن حماس كبير جدا يا امير، وده اللي يمكن شفناه في التدريبات والتدريب الامس كمان اللي كان على ملعب مركب محمد الخامس. التدريب كان 45 دقيقه، من الواضح ان مستر بيتسو موسيماني اكتفى بالتكتيك كبير جدا، كان جزء تكتيك كبير جدا، اكد على التمركزات، اكد على الارتداد، التغطيات العكسيه الراجل اتكلم عليها بشكل كبير، الكرات الثابته، والكرات الثابته دي كمان يمكن خدت حيز كبير جدا من فكر مستر بيتسو موسيماني، سواء في المحاضرات الفنيه، محاضرات الفيديو اللي بيقوم بيها، او كمان مع حديث اللاعبين، حديث الجانبيه اللي بنشوفها مع لعيبه النادي الاهلي. بنشوف وليد سليمان، وبنشوف احمد فتحي بيتكلم، بنشوف الشناوي بيتكلم، علي لطفي، بنشوف علي معلول متواجد مع اجاي، كل اللعيبه بتشد من ازر بعض، ودي الحاله الكبيره جدا يا رب تترجم ان شاء الله بكل نجاح لفريق النادي الاهلي النهارده.